الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، لا تسر خطايانا، لا تيأس دعوة سيئاتنا، لا تدرك سلامة أمراضنا من غير اسمك، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ربنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. إنا لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين. أمان. المجد لله والابن والروح القدس، يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح الإله، امنح رافتك لشعبك الجديد المسمى بك، وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين، مانحا إياهم الغلبة على محاربيهم، ولتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مكفور. الله كل أوان ولدهر الداهرين. آمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة، يا والدة الإله الكلية التسبيح، لا تعرضي يا صالح عن توسلاتنا، بل وطدي سيرة المستقيم الرأي، وخلص الذين أمرت أن يتملكوا، وامنحيهم الغلبة من السماء، بما أنك ولدت الإله أيتها المباركة وحدك. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين، وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وكل إخوتنا في المسيح، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسم الرب بارك أنت. المجد للثالوث القدوس المتساوي في جوار المحيي الغير المنقسم كل حين، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام في الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام في الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام في الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برجزك تؤدبني، فإن سهامك قد نشبت في ومكنت يدك علي. ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك، ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت إلى الغاية، والنهار كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازأ وليس لجسدي شفاء. شقيت وتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي، ونور عيني أيضا لم يبقى معي،
أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا لدي وجنسي وقفا مني بعيدا، وأجهدني الذين يطلبون نفسي ولم تمسون لي الشر، تكلموا بالباطل وغشوشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فم، وصرت كإنسان لا يسمع ولا فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت وأنت تستجيب لي يا ربي وإلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظم علي الكلام، لأني أنا للضرب مستعد وجعي لدي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء هم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تبعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تبعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي بكم نوع لك جسدي في أرض برية وغير مسلوكة وعدمة الماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأعاين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتي وتسبحانك. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وبالشفاه الابتهاج أسبحك فيه. إذ ذكرتك على مفرشي هددت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضضت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسرب الله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هددت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضضت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا 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 المجد لك يا الله، هللويا 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 المجد لك يا الله، هللويا 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 المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي، حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين حرا بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم يدك مقصون. جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت، علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجزتها علي، أبعدت عني معارفي، جعلوني لهم رجاسة، قد أسلمت وما خرجت وعناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسطت يدي، ألعلك للأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت، فلتبلغك في الغداة الصلاة. لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت اتضعت وتحيرت، علي جاز رزقك ومزعاتك أزعجتني، أحاطت بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا، أبعدت عني الصديق والقريب ومعارف من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفسي الرب وجميع ما في داخل اسمه القدوس، بارك يا نفسي الرب ولا تنسى جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة، ليس للقضاء يسخط ولا للدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة ربي فهي منذ الدهر ولا الدهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده وذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب وهي أعرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع. باركوا رب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة، العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه. باركوا رب يا جميع قواته يا خدامه العاملين إرادته. باركوا رب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب. يا رب اسمع صلاتي وانصت بحقك الى طلبتي، استجل بعبدك ولا تخلف محاكم مع عبدك، فانه لن يتزكى امامك كل حي، لان عدو قد اضطهد نفسي واذل في الارض حياتي، وجسدني في الظلمات مثل موت منذ الدهر، واضجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الايام القديمه، تهذت في كل اعمالك وتاملت في صنع يديك،
بسطوا يدي إليك نفسك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فأني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه فأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فأني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب وتحييني. بعدك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. استجب لي بعدك ولا تدخل في محاكم مع عبدك. استجب لي بعدك ولا تدخل في محاكم مع عبدك. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد لله والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين أمين. هللويا 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 المشرك يا الله. هللويا 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 المشرك يا الله. هللويا 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 المشرك يا الله. يا إلهنا ورجانا لك المجد. سلام إلى ربنا الطول يا ليس إيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب الرحام. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح ورؤساء الكهنة وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أوضد وخلص وارحم واحفظ يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك اعترفوا للرب ودعوا باسمه القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب. كل الامم احاطت بي وباسم الرب قهرتهم. الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب. من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في عيوننا. الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب. إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجن قمت في اليوم الثالث أيها المخلص فرحا للعالم الحياة. لذلك قوة السماوات أتف إليك يا واهب الحياة. المجد لقيامتك أيها المسيح. المجد لملكك. المجد لتدبيرك يا محب البشر وأحباب. للآب والابن والروح القدوس. إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجن قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحا للعالم الحياة. لذلك قوة السماوات هتف إليك يا واهب الحياة. المجد
المجد لملكك، المجد لتدبيرك يا محب البشر وحده. الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين، آمين. إن جبرائيل لما تفوى نحوك أيتها العذراء بالسلام، فمع الصوت تجسد سيد الكل فيك أيتها السفينة المقدسة كما قال داود الصديق، وظهرت أرحب من السماوات حاملة خليقك. المجد للذي حل فيك، المجد للذي أتى منك، المجد للذي أعتقنا بولادته منك. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. عدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدة الوالدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس، لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. فيما كان الجند يحرسون قبرك أيها المخلص، صاروا كالأموات ببريق الملاك الذي تراءى كارزا للنسوة بالقيامة، فإياك نمجد يا مبطل البلا، ولك نسجد يا أيها الناهض من القبر، يا من هو وحده إلهنا. المجد للآب والابن والروح القدس، لما سمرت على الصليب طوعا يا رؤوف، فوضعت في قبر كمائت يا رازق الحياة، سحقت عزة الموت بموتك يا قوي، فإن بوابي الجحيم ارتعدوا منك، وأنت فقد أقمت معك الموت منذ الدهر، بما أنك وحدك محب للبشر. المجد للآب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. لقد عرفناك كلنا نحن الملتجئين بلهفة إلى صلاحك، أما للإله قد ظهرت بعد الولادة أيضا عذراء في الحقيقة، فإننا قد حزناك نحن الخطأ شفيعة واقتنيناك في التجارب خلاصا يا بريئة من كل عيب وحدها. إن النسوة أتينا. المجد للآب والابن والروح القدس، لقد سمرت على الصليب يا حياة الكل، وحسبت مع الأموات يا أيها الرب غير المائت، فقمت لثلاثة أيام يا مخلص وأنهضت آدم من البلا، فلذلك هتفت إليك القوات السماوية يا رازق الحياة. المجد لآلامك أيها المسيح، المجد لقيامتك، المجد لتنازلك يا محب البشر وحده. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. يا مريم مستودع السيد الموقر، أنهضينا نحن الساقطين في هوة اليأس الهائل والزلات والشدائد، فإنك قد فطرت خلاصا وعضدا وحماية منيعة للخطأ، فتخلصين عبيدك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقا، جمع الملائكة الذين متحيرا عند مشاهدته إياك، محسوبا بين الأموات أيها المخلص، وضاحضا قوة الموت ومغيظا آدم معك، ومعتقا إيانا من الجحيم كافة. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، الملك اللامع عند القبر تفوه نحو حاملة الطيب قائلا، لما تمزجن الطيور بالدموع بترف يا تلميذا، انظرن اللحن وافرحنا، لأن المخلص قد قام من القبر نائبا. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، إن حقوقك
حملت الطيب سحرا عميقا سارنا إلى قبرك نائحات إلا أن الملاك وقف بهن وقال لهن زمان النوح قد كف وبطل فلا تبكين بل بشرن الرسل بالقيامة مبارك أنت يا رب علمني حقوقك إن النسوة حاملات الطيب قد أقبلنا بالحنوط إلى قبرك أيها المخلص فسمعنا ملكا متنغما نحوهن قائلا بما تحسن الحي مع الموتى فبما أنه إله قد قام من القبر ضائرا المجد للآب والابن والروح القدوس نسجد للآب ولابنه ولروح قدسه ثالوثا قدوسا بجوهر واحد صارخين مع السرافيم قدوس 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 أنت يا رب الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين أيتها العذراء لقد ولدت معطي الحياة وأنقذت آدم من الخطيئة ومنحت حواء الفرح عوض الحزن لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تهورا منا هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم ودا ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين إن توبة اللص اختلست الفردوس ونوح حاملات الطيب بشر بالفرح أنك قمت أيها المسيح الإله مانحا العالم الرحمة العظمى إليك يا رب في تضايقي أصرخ قائلا استمع توجعاتي إن الشوق الإلهي يلازم أهل البراري بلا فتور لوجودهم خارجا عن العالم الباطل المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين إن الكرامة والمجد يلقياني بالروح القدس يليقاني بالروح القدس كما يليقاني بالآب والابن ولذلك فلنترنم مسبحين الثالوثة العزة الواحدة اللهم أنرني بلمعان الفضائل رافعا إياي على جبال شرائعك لكي أسبحك احفظني أيها الكلمة وصني ممسكا إياي بيمناك لئلا ألتهب بنار الخطيئة المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين إن الخليقة كلها تتجدد بالروح القدس راجعة إلى كيانها الأول لأنه مساو في القوة للآب والكلمة إن روحي تبتهج وقلبي يفرح بالقائلين لي لننطلق إلى ديار الرب خوف على بيت داود عظيم فإن فيه الكراسي توضع جهارا فتحاكم كل قبائل الأرض ولغاتها المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين إن تقديم التكريم والسجود والمجد والعزة يحق للروح القدس كما يحق للآب والابن فإن الثالوث واحد في الطبيعة لا في الأقانيم الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص وأستعلن به الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص وأستعلن به كلام الرب
الرب كلام نقي. الآن أقوم يقول الرب، أسمع الخلاص وأستعلن به. إلى الرب نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. كل نسمة فلتسبح الرب، كل نسمة فلتسبح الرب، فلتسبح الروح كلنا سما. من أجل أن نكون مستحقين لسماع الإنجيل المقدس، إلى الرب إلهنا نطلب حكمة لنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس مرقس البشير. لنصغي، لما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهن يسوع، وبكرنا جدا في أول الأسبوع وأتينا القبر وقد طلعت الشمس، وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا فرأينا الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. فلما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء، فانذهلنا فقال لهن: لا تنذهلن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. فذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وفررنا من القبر وقد أخذتهن الرعدة والدهش، ولم يقل لأحد شيئا لأنهن كن خائفا. المجد لك يا رب المجد لك. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده. لصليبك أيها المسيح نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف، واسمك نسمي. هلموا يا معشر المؤمنين لنسجد لقيامة المسيح المقدسة، لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم. لنبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه إذ احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك، امح مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوف فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسيا أعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات. فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب مسرتك سهيان ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات.
حينئذ يقربون على مذبحك العجول. المجد للآب والابن والروح القدوس في شفاعة الرسل وطالباتهم. أيها الرحيم امحو كثرة خطايانا وزلاتنا الآن وكل أوان وإلى دار الدارين آمين. في شفاعة الإله وطالباتها أيها الرحيم امحو كثرة خطايانا وزلاتنا. يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك حوم آثيمي. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفة وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين واسبغ علينا مراحمك الغنية بشفاعات الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم المحيي وبطلبات القوات السماوية المكرمة العديمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبائنا القديسين معلمين المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير غرغوريوس اللاهوتي يوحنا الذهبي الفم وأبائنا القديسين أثناسيوس وكيريلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوينا القديسين ميليتيوس وبطرس بطريركي أنطاكيا وأبوينا القديسين نيكولاوس رئيس أساقفة ميراليكيا سبيريدونوس قفتريميثوس العجائبيين والقديسين المجدين الشهداء العظماء جيواجيوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب ثيوذروس تيروني ثيوذروس قائد الجيش والقديسين إغناطيوس بوليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة والقديسين المجدين الشهداء المتألقين بالظفر وأبائنا الأبرار إفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين والصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة والقديسين الصديقين وكيم وحن جدي المسيح الإله والقديس داود التسالونيكي البار الذي نقيم تذكره اليوم وجميع قديسيك. نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن القطاة الطالبين إليك وارحمنا. برحمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. لقد قمت من القبر بمجد أيها السيد كإله وقمت معك العالم فسبحتك طبيعة البشر كإله والموت اضمحل وآدم رقص طربا وحواء أعتقت من القيود فهي تهتف الآن مسرورة أنت أيها المسيح هو المانح القيامة للجميع. المانح القيامة للجميع لنسبحن الذي قام لثلاثة أيام ناهضا كإله قدير وسحق أبواب الجحيم وأقام الذين في القبور منذ الدهر وظهر أولا لحاملات الطيب كما ارتضى قائلا لهن افرحنا وبشرنا الرسل بالفرح كواهب الحياة فلذلك بشرت النسوة التلاميذ بشارات الظفر بإيمان والجحيم تنهد والموت انتحب نادبا والعالم ابتهج والجميع فرحوا معا لأنك أنت أيها المسيح منحت القيامة للجميع. منحت القيامة للجميع
في 26 من هذا الشهر تذكار البار داود سالونيكي وتذكار جامع للآباء الأثوسيين، فبشفاعاتهم اللهم ارحمنا وخلصنا، آمين. أفتح فمي فيمتلئ روحا وأبدي قولا فائضا نحو الأم المالكة، وأظهر مؤيدا للموسم بابتهاج وترنم بعجائب مسرورا. يا والدة الإله بما أنك الينبوع الحي المتدفق بسخاء، واطلبينا نحن المرشدين كسابحك الملتهمين محفلا روحيا وفي مجدك الإله أهلينا لأكاليل المجد والشراب. إن حبقوق النبي لما عرف إرادتك الإلهية غير المدركة أيها العلي التي هي تجسدك من البتول هتف صارخا المجد لقدرتك يا رب. أيتها البتول التي لم تعرف زواجا إن البرايا بأسرها قد انتهلت من مجدك الإله، لأنك حملت في حشاك إله الكل وولدت لنا غير المحدود في زمن، ومنحت الخلاص لجميع الذين يسبحونك. هلموا أيها المتألئ العقول لنصفق بالأيد مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام الذي لوالدات الإله، ونمجد الإله الذي ولد منها. إن الفتية المتألئ العقول لم يعبدوا الخليقة دون الخالق، بل وطئوا وعيد النار بشجاعة فلت تلو فرحين. أيها الفريق التسبيح مبارك أنت يا إله أبائنا، نسبح ونبارك ونسجد للرب. إن مولد والدات الإله قد حفظ الفتية الأطهار في الأتون سالمين، إذ كان حينئذ مرسوما، وأما الآن فقد حصل مفعولا وهو ينهب المسكونة بأسرها إلى الترتيل هاتفا. بالتسابيح نكرم معظمين، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا في غيب أذن من السرافين، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله هي دين عظام. لأنه نظر إلى تواضع يامته فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. عندي ميوتيرا تنكر بي كالوكسوتيرا عزيزي تستنزر عزيزي إلى في أفضل
لأن القدير صنع بعظائم وقدوس اسمه ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه. يا من هي أكرم من الشيروبيم والخوبة بغير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله ويا حقا والدة الإله آكل وعظم صنع عزا بساعده وشتت المتكبرين بذهن قلوبهم كنديمي يوتيرا كيروبيك كالغوكسوتيرا عسنغريتوس كونسيرافين إلى ليابتوروس تيولوغون تكوسا إلى أندوس تيوتوكون سيمل عليمومين حتى المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين أملأ الجياع من الخيرات والأغنياء رسالهم فارغين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفعوا بالذنب غير قياس من السرافين التي بغير قسام ولدت كلمة الله ويا حقا والدة الإله آكل وعظم أعضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال لأبائنا لإبراهيم ولنسله إلى الأبد. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع بالذنب غير قياس من السرافين التي بغير بساس ولدت كلمة الله ويا حقا والدة الإله طبيعة الأقلين غير الأيونين فلتحتفل معك معيدة لموسم أم الإله الشريف والتيفة إبراهيم والدة الإله اللطيفة الدائمة البتولية والكلية الطوبى. أيضا وأيضا بسلام من الرب نطلب كيري إليسوس أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب الرحام. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. قدوس هو الرب إلهنا قدوس هو الرب إلهنا ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطن قدميه لأن الرب إلهنا قدوس هو. لما عاينت حاملات الطيب الحجر مدحرجا فرحنا فإنهن أبصرن شابا جالسا في القبر قال لهن هو ذا المسيح قد قام فقلنا للتلاميذ وبطرس أسرعوا إلى جبل الجليل ف
فإنه هناك يتراءى لكم يا أحباءه كما سبق فقال: إن ملاكا قد حمل السلام إلى العذراء قبل الحبل بك أيها المسيح، وملاكا قد دحرج الحجر عن قبرك، فالأول عوض الحزن بشر بطلائع الفرح وشاراته، وأما الثاني فعوض الموت كرز بك أنك مانح الحياة، وأخبر النساء وملقني أسرارك بقيامتك معظما. كلنا سامات فلتسبي ليصنعوا فيهم حكما مكتوبا هذا المجد يكون لجميع أبراره. أيها المسيح نسبح ألامك الخلاصية قدسي، سبحوا في فلك قواتي. يا من احتمل الصليب وطال الموت وطام من بين الأموات، حياتنا يا رب بما أنك وحدك كلي لقيتنا. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظامه. أيها المسيح
سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثار. أيها المسيح إننا نسبحك ممجدين تنازلك لايقا سبحوه بالطبل والمصاب، سبحوه بالأوتار وآلات طرب. لما سمي سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. إن النسوة المكرمات وفينا بحرس ونحيب إلى لحدك متسارعات، فلما وجدنا القبر مفتوحا وعرفنا من الملاك أمر العجب مجازي الحديث الرسل بأن قد قام الرب منيحا العالم الرحمة العظمى. No.
الداهرين آمين. أنت هي الفائقة على كل البركات يا والدة الإله العذراء، لأن الجحيم قد سبيت بواسطة المتجسد منك، وآدم دعي ثانية واللعنة تبادت وحواء عتقت والموتى أميت ونحن قد حيينا. لذلك نسبح هاتفين: مبارك أنت أيها المسيح إلهنا، يا من هكذا سر المجد لك. المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك، نسجد لك نمجدك، نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك. Vasilev, Epurani, Epater, Pandokrator, Kyrie, Emonogenesi, Isu Christe, Keai, Omnevma. Eyu, Arabulina, Ya Hamal Allah, Ya Ibn Allah, Ya Rafi'a Khatiyati Al-Alam, Irhamna, Ya Rafi'a Khatai Al-Alam. تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. أفلويتوس كيريه ديداكسون ميتاديكيو ماتاسو. يا رب
منجا إن كنت لنا في جيل وجيل. أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأنني قد خطيت إليك. يا رب إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. آيوس ثيوس آيوس إسخيروس آيوس أثاناتوس إليسون إيماس. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أنيريني تو كيريو ديثوما من أجل سلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. Της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εφτασίας των Αγίων του Θεϊού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λαϊθόμεν. Ναζί هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورؤساء الكهنة والكهنة والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. Υπέρ του εύσεβους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα, φίλο Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου δεϊθόμεν. Μην αγί هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا لايسون.
υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. نجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. من أجل أن ينحصر هذا الوباء الفتاك ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يعملون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلام كل العالم إلى الرب نطلب. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω, Δεσποίνης ημών Θεοτόκια η Παρθένο Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين. فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. والروح القدوس الآن كل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائد وقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة و
الرسول التائي والمسيح إلهنا، وبموتك وقفت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدس خالصا. أيضا وأيضا بسلام من الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب الرحمن. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا لأنك إله صالح محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر آمين. إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر قبض من الجن، قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحا للعالم الحياة، لذلك قوات السماوات تهتف إليك يا واهب الحياة، المجد لقيامتك أيها المسيح، المجد لملكك، المجد لتدبيرك يا محب البشر وأحباب. إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجن، قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحا للعالم الحياة، لذلك قوة السماوات تهتف إليك يا واهب الحياة، المجد لقيامتك أيها المسيح، المجد لملكك، المجد لتدبيرك يا محب البشر وأحباب. هلموا لنسجد ونركع للمسيح الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجن، قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحا للعالم الحياة،
المجد لقيامتك أيها المسيح، المجد لملكك، المجد لتدبيرك يا محب البشر وحده. المسيحين غير الخازية، الواسطة لدى الخالق غير المردودة، لا تعرضي عن أصوات طالباتنا نحن خطأ، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة. نحن الصارخين إليك بإيمان، بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا والدة الإله. إلى الرب نطلب، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد والسبح المثلث التقديس، أيها الآب والابن والروح القدس، لآنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يا رب يا رب
اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها. Sonnex uranu keide ke piskepse etin ambelon taftin ke katartise aftin in efitepsen izexia su. اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك ورستها. يا رب خلص المؤمنين. يا ربي خلص المؤمنين. يا ربي خلص الحسن العبادة. يا ربي خلص واستجب لنا واستجب لنا. لنصغي لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. ابتهجوا أيها الصديقون بالرب الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. لنصغي يا إخوة المجد والكرامة والسلام لكل من يفعل الخير من اليهود أولاً ثم من اليونانيين، لأن ليس عند الله محاباة للوجوه، فكل الذين أخطأوا بدون الناموس فبدون الناموس يهلكون، وكل الذين أخطأوا في الناموس فبالناموس يدانون. لأنه ليس السامعون للناموس هم أبرار عند الله، بل العاملون بالناموس هم يبررون. فإن الأمم الذين ليس عندهم الناموس إذا عملوا بالطبيعة بما هو في الناموس، فهؤلاء وإن لم يكن عندهم الناموس فهم ناموس لأنفسهم، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، وضميرهم شاهد وأفكارهم تشكو أو تحتج فيما بينها. يوم يدين الله سرائر الناس بحسب إنجيله.
يسوع المسيح. السلام لك أيها القارئ. الحكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لنصلي في ذلك الزمان فيما كان يسوع ماشيا على شاطئ بحر الجليل رأى أخوين وهما سمعان المدعو بطرس وأندراوس أخوه يلقيان شبكة في البحر لأنهما كانا صيادين فقال لهما هلما ورائي فأجعلكما صيادين الناس فللوقت تركا شباكا وتبعا وجاز من هناك فرأى أخوين آخرين وهما يعقوب بن زبدة ويوحنا أخوه في سفينة مع أبيهما زبدة يصلحان شباكهما فدعاهما وللوقت تركا سفينة وأباهما وتبعا وكان يسوع يطوف الجليل كله يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب سلام إلى الرب نطلب اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. Thank you.
كل اهتمام دنيوي إذ إننا مزمعون أن نستقبل ملك الكون. Πάντων νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. جميعكم وجميع المسيحيين الحسني العبادة المستقيمين ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أصحاب الغبطة والقداس البطاركة والرؤساء الأساقفة الأرثوذكسيين أعضاء المجمع الأنطاكي المقدس وتنا المشاركين معنا في هذه الخدمة الشريفة المطران سلوان متروبوليت الجزر البريطانية وإيرلندا الأسقف موسى الأسقف غريغوريوس الأسقف يوحنا الأسقف موسى أخانا المطران بولس وجميع رؤساء الكهنة المستقيمين الراي مع كهنوتكم وشموسيتكما ليذكر الرب لله في ملكوته كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. عبيد الله المجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة مع مجلس رعيتها والذين يعملون فيها ويرتلون ويحسنون إليها أبنانا في كرسينا الرسولي الأنطاكي المقدس في الوطن وفي بلاد الانتشار المقدمة من أجلهم هذه القرابين المكرمة من أجل صحتهم وعافيتهم وتقديس حياتهم وراحة نفوس موتاهم من أجل المسافرين والأرامل واليتامى والمهجرين والأسرى والمخطوفين والمرضى وجميع الذين هم في شدة وحزن وضيق وجميع المفتقرين إلى تحننك العظيم ومن أجل سلام كل العالم ومعونته جميعكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريركنا يوحنا ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريركنا يوحنا ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين لنا وكل آن وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريركنا يوحنا ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. Του Πατρός και Πατριάρχου ημών Ιωάννου μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αβάνα ο Πατριάρχενα Ιωάννα ليذكر رب الإله في ملكه السماوي كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين.
أسلافنا البطارك السابق القادم بغبطة وتطويب على رجاء القيامة والحياة الأبدية مع جميع السابق انتقالهم من أبائنا وإخوتنا من البطاركة والرؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والألمانيين والألمانيات وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لنكمل تلبتنا للرب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل ورسوك إليه ملك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل ورسولك الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل ورسولك أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل استجب يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب إرافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحي لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم ولروحكم
لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بأب وابن وروح قدس ثالوث متساو في الجوهر وغير منفصل الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من النور إله الحق إله الحق مولودا غير مخلوق مسار للآب الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البلطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق الأنبياء ولكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلامنا القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسليم نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا ومع روحك أيضا لنضع قلوبنا فوق واضعوها عند الرب ولأشكرن الرب نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده والكائن هكذا هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما بارحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشيروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الست والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين I'm not going to do it.
خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء، ونطلب ونضرع ونسأل فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القلب الأرض واصنع ما هذا الخبز بجسد مسيحك المكرم. آمين. وما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم حول عن إياهما بروحك القدوس. آمين. فيكون عن التناول مات نفسه مغفرة الخطايا والشباب تعالى خاصة من أجل الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم. جميع الأساقف المستقيمي الرأي المفصلين باستقامة كلمة حق. اذكر يا رب ولنا بانا وبطريركنا يوحنا
وابو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن واعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. نجه هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب. حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها نعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. بعد التماس الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. واهلنا أيها السيد لأن نسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. Ότι σου εσύν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων. Ασσαλάμου λιγαμίαϊκουμ. لنحني رؤوسنا للرب. بنعمة ورافة ومحبته للبشر ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي لنا وكل آن وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا يسوع من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلما لتقديسنا أيها الجالس في العالي مع الآب والحاضر معنا ها هنا غير منظور وارتضينا تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله. بروسكم القدس للقديسين لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح لللص أبواب الفردوس افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام
وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله. لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين، وأنر حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور أمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، وهذا هو دمك الكريم عينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أقف بينكم طائعا لصاحب الغبطة أبينا وبطرياركنا يوحنا متحدثا، أطلب صلواتكم وصلوات جميع الحاضرين. اليوم الكنيسة رتبت أن تقرأ إنجيل دعوة الرسل، أن يكونوا رسلا. انظروا هذا الترتيب، هو ترتيب مدروس وليس اعتباطي، أي أنه بعد أحد العنصرة جاء أحد جميع القديسين ليقول لنا بأن أول عمل للكنيسة، أول عمل للروح القدس أن يجعل منا جميعا قديسين. ومن ثم الأحد الذي يليه جاء أحد الدعوة أن يدعو كل إنسان إلى الكنيسة، إلى الملكوت السماوي. ولكن ماذا حدث في ذلك اليوم؟ جاء المسيح إلى تلاميذه الأطهار والبسطاء ودعاهم، فتركوا كل شيء وتبعوه. أي أن الأساس بعد دعوة الرب الترك، أن يترك الإنسان كل شيء ويتبع المسيح ليحقق معه ملكوت السماوات. اليوم إن سألنا أنفسنا، كل واحد يسأل حاله هالسؤال، إذا توقف المسيح أمامك ودعاك أن تأتي إليه إلى ملكوت السماوات وتعمل في الكنيسة، ماذا يكون جوابك؟ طبعا الإجابة تكون لكل واحد منكم تخص، ولكن الكنيسة تعلمنا أننا يجب علينا أن نترك الاهتمام الدنيوي ونتبع الاهتمام بملكوت السماوات. اليوم أي رب أسرة أو أم ابنها بيقول يا أمي أنا بدي صير خوري، بتقول له يا ويلي بدك تصير خوري؟ ما بصير. هاي دعوة لكل إنسان، ما بس تصير خوري. ما الدعوة إنه نحن نصير كهنة أو مطارنة أو نحن عاملين في الكنيسة، الدعوة أن تكون رسولا للمسيح. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن تكون حاضرا مع المسيح في كل مكان. شو يعني؟ ما يعني بس الكهنة والمطارنة والعاملين في الكنيسة هن بس رسل المسيح. أنا وأنت، هل أنت رب أسرة عائلة مسيحية تدعوهم إلى القداس الإلهي؟ أين أبنائك؟ أين عائلتك؟ هل تأتي إلى الكنيسة لتتناول جسد المسيح ودمه؟ عنصر مهم، أين هم أصدقائك؟ أين هم أقربائك؟ أنت رسول المسيح،
دعاك المسيح يوم المعمودية أن تكون رسولا له، فماذا تفعل؟ هل تقوم بواجبك هل تقوم بواجبك كرسول، أم بتقول إنه هيدا أمر بخص الكهنة، هذا الأمر بخص المطران، شو بدي أنا؟ أنا بروح على الكنيسة بشعل لي هالشمعة وبيعكف ذاته عن عمل كونه ابن المسيح. نحن كلياتنا أولاد المسيح، كلياتنا إلنا دور. ما دورنا بيوقف على تشعيل الشمعة ونحن نجي نتناول، دورنا هو دور أن نكون رسل للمسيح. بالكتاب المقدس صورة حاضرة أمام جميع، مقارنة بين الرسل عندما ذهبوا إلى الصيد لم يصطادوا شيء، إجا المسيح حضر بيناتهم قال لهم للرسل ارموا الشباك الآن، قالوا له على كلمتك نلقي الشبكة، فزدت الشبكة فقادوا أخذوا صيد كبير. شوفوا صورة تحمل شكلين، الشكل الأول عندما لم يكن المسيح حاضرا لم يصطادوا شيء، الثانية كان المسيح حاضرا ألقوا الشبكة باسمه فاصطادوا الصيد الكثير. إذن حضور المسيح في كل مكان هو أمر ضروري. أين المسيح في حياتك؟ هل المسيح في حياتك أم هو في الكنيسة فقط يوم الأحد أذهب وأصلي فقط؟ لا يا أخوة، الكنيسة المسيح حاضر في كل مكان. بيقولوا بالكتاب المقدس المسيح حاضر في كل مكان إلا بمكان واحد، تعرفوا شو هو؟ هو قلب كل إنسان، ولكن لا يحضر الرب إلى قلب كل إنسان إلا بمشيئة هذا الإنسان. وقت أنا بفتح قلبي بيدخل الرب إليه وبيتحول قلبي لعالم كلياته حب وحنان. إذن الدعوة هي دعوة كل إنسان، والتلمذة هي التلمذة للمسيح. نحن كلنا مدعوون أن نكون رسلا في هذا العالم، أن نكون رسلا في هذا العالم، أن نعلم العالم من حياتنا أنني مسيحي. اليوم نحن ثابتين بهالأرض، نحن رغم الصعوبات اللي عم نعيشها بدنا نقول للعالم كلياته ولكل حوالينا نحن ما منتخلى عن إيماننا، ما منكفر بإيماننا رغم الصعوبات اللي عم نعيشها. ما تفكروا أنه العالم ما شايف، شايف ومقدر الصعوبات اللي نحن عم نعيشها. يمكن طريق القداسة طريق طويل شائك ولكن فيه عثرات أيضا. للذي يكفر بالرب لن ينال ملكوت السماوات. واضح، أنت إن كفرت بالرب، أنت إن طلبت من الرب شيئا فوق طاقة الحدود القداسة، أنت لا تطلب شيئا هو يريده. هو يريد القداسة لكل إنسان، ولكن علينا أن نسعى لهذه القداسة. كيف؟ أنا من شوي قلت لكم نحن لازم نكون رسل، نحن لازم نكون تلاميذ، نحن لازم نكون قديسين، لازم صرعتونا بالكنيسة تقولوا هيك لازم وهيك. شو منعمل حتى نقدر؟ بدي أسأل سؤال، نحن منقرب الإنجيل؟ نحن منجي على الكنيسة؟ قديش نسبة الحاضرين اليوم؟ 3% من الرعية؟ 5%؟ 10%؟ وين البقية؟ هيدي مهمتنا نحن. نحن يمكن عم نطفش، القاعد ينبي إف لز، أو الولد بيرقد ما بقى تجيبوا الأولاد. لا يا أخوتي، هاي الكنيسة الحاضنة الجميع،
تريد الجميع أن يأتوا إليها. أنت، أنا، نحن رسل، نحن تلاميذ، نحن مدعوون أن نكون قديسين. كيف؟ أن نقرأ بالكتاب المقدس، أن نأتي إلى الكنيسة ونمارس الأسرار، أن نحب بعضنا البعض. المحبة في هذا العالم الصعب أعرف أنها صعبة وربما مستحيلة، ولكني سأحاول أن أحب، أن أصلي لكل إنسان، أن أصلي للمحتاج، أن أساعد قدر الإمكان. ليست الكنيسة فقط التي تساعد، أنا أيضا أساعد، فيني ساعد بالمصاري، فيني ساعد بالخدمة، فيني ساعد بأي شيء، بالكلمة الحلوة اللي نحن عم نفقدها، الكلمة الحلوة، الكلمة البناءة. أنا بسب وبلعان وبكفر يمكن، وشو عرفني شو بعمل بشغلي وبسره، وأنا مسيحي. طريق القداسة، طريق التلمذة، طريق أن تكون رسول صعب وطويل، ولكن يجب أن تحققه بحياتك. أنت المسيحي، أنت المدعو للقداسة. إن شاء الله الله يعطينا جميعا نكون بهالعالم الصعب رسل وتلاميذ للمسيح، وقديسين للكنيسة، قديسين لعائلتنا ولنفسنا. جاي عيد للديس بولس وبطرس، حبس عيد صاحب الغبطة وأعضاء المجمع الكرسي الإنطاكي وكلياتهم، كل بيحملوا شفاعة القديسين بولس وبطرس، وبقول لهم كل عام وانتم بخير، كل عام وجميعنا رسل، كل عام وجميعنا كلنا تلاميذ، كل عام وجميعنا كلنا قد إن شاء الله منكون قديسين. إن شاء الله بصلواتنا جميعا منكون قديسين. الله يكون معكم وكل عام وانتم بخير. بس يا أحباء بدي أذكر من شان عيد القديسين بطرس وبولس، صلاة الغروب مثل ما قلنا بدير مار بولس بتل كوكب يوم الثلاثاء الساعة 6 مساء برئاسة صاحب الغبطة ومشاركة السادة المطارني. صلاة القداس سحرية والقداس الإلهي يوم الأربعاء صباحا الساعة 8:30 بكنيسة المريمية، الساعة 8:30 صباحا بكنيسة المريمية يوم الأربعاء القادم. كل عام وأنتم بخير. كمان بننزل كلنا سواء إذا بتريدوا نشرب فنجان قهوة بقاعة الكنيسة بعد ما نهاية القداس. بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب، يحمد الرب لأنه صالح هللويا، لأن إلى الأبد رحمته هللويا، يحمد إلى الآلهة هللويا، لأن إلى الأبد رحمته هللويا، يحمد رب الأرباب هللويا، لأن إلى الأبد رحمته هللويا، صانع العجائب العظام وحده هللويا، لأن إلى الأبد رحمته هللويا، صانع السماوات بفطنة هللويا، لأن إلى الأبد رحمته هللويا، مؤسس الأرض على المياه هللويا، لأن إلى الأبد رحمته هللويا، الصانع
اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثا. اضمع ظهر النور الحقيقي وفهم الروح السماوي أبونا. كل حين الأنا وكل وان وإلى دهر الدهر. آمين. يمتلك أمنا من مسبحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير المائة السماوية المحيى المرهوبة فلنشكر ربا شكرا لائقا. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة
فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك أنت وتقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أنت منحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مجد لك يا إلهنا ورجاءنا، المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات من أجل خلاصنا بشفاعة أمك الكلية الطاهرة مريم ودخلة الصليب الكريم المحيي وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد وجميع قدسيك، ارحمنا وخلصنا بما انك وحدك صالح ومحب للبشر. طول عمركم جميعا يا أحبي. اليوم كانت بركة كبيرة وفرح كبير نتواجد كلنا مع بعضنا البعض برحمة الرب ونقيم هذا القداس الإلهي ونشترك بجسد ودم الرب الكريمين. بيفرحني جدا أنه اليوم موجود معنا سيدنا سلوان، سيدنا سلوان أونر اللي هو مطراننا ببريطانيا، المركز هو بلندن، هو مطران بريطانيا والجزر البريطانية كل وإيرلندا. سيدنا سلوان عم يقوم بخدمته هناك، ندعي له دوما بالصحة والقوة. نحن في عنا رعاية عديدة ببريطانيا وبإيرلندا، في عدد كبير من الرعاية وعدد كبير من الكهنة، فسيدنا اليوم هو اللي عم يقوم بخدمة هذه الرعاية والاهتمام بأبرشيتنا هناك. واليوم بالطبع هو موجود معنا، إجا يكون لفترة معينة موجود بالبلد وموجود معنا، راد يكون موجود معنا في هذا القداس الإلهي، ولذلك طلبت منه أنه يسمعكم كلمة تعزية وتكلم إلى محبتكم حتى تتعرفوا عليه أكثر وتسمعوه. نحن سيدنا شعبنا هون نشكر الرب كما تعلمون محب لله ويسعى مثل ما ذكرتوا أنه يكونوا كلهم رسل وتلاميذ للسيد. تحملنا بصلواتكم وكل المحبة من قبل هالشعب الطيب أيضا لشخصكم الكريم ولرعيتنا ولأبنائنا الكنيسة الأنطاكية اللي موجودة ببريطانيا، كمان وجود السادة الأساقفة، قدسنا كلنا مع بعضنا البعض وأيضا الآباء الكهنة وأنتم جميعا يا حب. الرب يعطينا دوما أنه نجتمع، والرب يعطينا دوما أنه نتذكر هذا الكرسي الأنطاكي الرسولي المقدس العظيم والمبارك
كنيستنا الرسولية الأنطاكية اللي مقرها هنا في بلادنا صارت موجودة في كل أنحاء العالم، ولذلك سيدنا موجود هو على الرعية الأنطاكية الموجودة في بريطانيا وفي إيرلندا. الرب يحميكم، الرب يقويكم جميعا، وبشفاعة الرسولين بطرس وبولس اللي بدنا نعيد لهم بعد يومين مؤسسي الكرسي الأنطاكي، يعطونا الصحة والقوة والسلام وراحة البال إن شاء الله في بلادنا. ربنا هو المبارك إلى الأبد، آمين. يخليكم جميعا. صلوات سيدنا القديس يا رب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. سعد صباحكم.